السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة وداد تولوز. عواشركم مبروكة ورمضان مبارك سعيد، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. اليوم غنقدم معكم بريوات باللوز اللي كنحتاج فيهم كيلو ديال اللوز اللي طحنته مع 250 غرام تقريبا 300 غرام ديال السكر السنيده، عندنا معلقه ديال القرفه، معلقه ديال الزبده بجوده ممتازه، شويه ديال المسكه الحره، وغنجمعوا بالماء الزهر. كنطحن المسكه الحره المستيكه مع شويه ديال سكر حبيبات، كنضيفوا على الخليط ديال اللوز وسكر كلاص اللي قلت لك استعملت فيه تقريبا 300 غرام، معلقه القرفه ومعلقه زبده كبيره. كندمج الزبده وسط اللوز باش تندمج جميع العناصر اللي ضفنا، وكنبقى نجمعها تدريجيا بماء الزهر. ما كياخدش منا ماء الزهر بزاف لان اللوز كيطلق داك الزيت ديالو كما كتشوفوا، دغيا غادي يتجمع معنا. كنحاول انني ما نلوحش بزاف ديال الماء، وانا كنجمع العجين ديال اللوز، عقدة اللوز. الناس اللي في المغرب ولا كيصيفطوا اللوز لعند طحنه كتطحن مزيان كيطلق ليدام ديالو. هنايا ممكنش يعني، واخا تستعملوا طحنه نورمال ما غاديش تطلق داك الزيت ديالها بزاف، سيرتو الا كان اللوز ناشف. داكشي اش كنستعملوا بكميه ديال ماء الزهر. هنايا كما شفتوا ما خداش مني الماء الزهر بزاف، كنحاول انني نمعكو بين يديا باش يخرج داك الزيت ديالو. هنايا لقيت دي مورسو ديال اللوز باقي مصايدين، كنزولهم. هانتوما كما شفتوا تجمعات معنا العقده دغيا. حاولت انني نديرها كويرات بنفس الحجم، ممكن انكم تستعنوا بالميزان، انا هنا استعنت غير بيديا زعما عيني ميزاني. تكملت جميع الكويرات، ناخديت الورقه قطعتها شرائح، حاولت انني ندهنها شويه ديال الزيت، زيت ماشي زيت الزيتون، زيت روميه عاديه، زيت نباتيه. صافي كما كتشوفوا كنلوي البريوه ديالي، وكنحاول انني نبقى نشد في الجناب باش ما تخرجش الحشوه، وكنجمعها بالطحين مبلل شويه ديال الماء باش ما يخرجش، باش يلصق تلصق الورقه وما يخرجش الحشوه. نخليكم مع الطريقه. من بعد كي ساليت جميع الحبات ديال اللوز اللي عندنا، كنكونوا مسخنين الزيت. كي كتسخن مزيان كنقصوا عليها، وكنبداو الطياب ديال البريوات. وضعت كميه في الزيت، كي طابت درتها في العسل وخليتها تشرب مزيان العسل، واستمريت على هذه الطريقه حتى سالينا جميع البريوات اللي عندنا. كما كتشوفوا ديما كنخليها في العسل، كيجيو مقرمشين ورطب من الداخل. كنتمنى ان فيديو اليوم يعجبكم، ورمضان مبارك سعيد وينعاد عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله انتم والعائله ديالكم.